وبعد كده كمان في جزء من المقابلة اللي أجراها 90 دقيقة مع وزير الثقافة فاروق حسني. الكلام ده كان أول امبارح عشان نفتكر الموضوع ونحاول ناخد آراء الضفتين على هذه التصريحات. مع سنوات كل كلمة سيادة الوزير فاروق حسني قالها. تفضل. هذا الكلام هو الواقع وهي الحقيقة. ومن المؤسف ان احنا قاعدين النهاردة بنتكلم في هذا الكلام المتخلف زي ما قال سيادة الوزير. والنهاردة العالم بيتقدم في ما يسمى بالمايكرو تكنولوجي. واسرائيل النهاردة اعلنت انها سوف تصنع من هذا المايكرو تكنولوجي ما يشبه النحلة. تصور كل العالم وتصور كل الاماكن. وهذا المايكرو تكنولوجي هيدخل في الملابس اللي احنا لابسينها. واحنا للاسف بنتكلم على هذا الحجاب. الحجاب ليس له علاقه بالدين كما قال السيد الوزير. ولا يمكن ان نتصور ان كل العالم سواء كان في الغرب او كان في الشرق البعيد هؤلاء الذين لا يتحجبون كلهم ساقطات. كل هذه النساء ساقطات. بس الاستاذ حسين ازاي الحجاب ملوش علاقه بالدين؟ السيد الوزير يتحدث الحديث الصحيح. وانا السيد الدكتور بيومي من الرجال المحترمين الذي اقرا لهم واستمتع بقراءتهم. ولكن الحجاب لا علاقه له بما نتحدث عنه وما وصلنا اليه اليوم. السيد الوزير لما بيتكلم عن الجمال لانه فنان وفنان يتحدث عن الجمال. الجمال فعلا في ان نرى ما هو جميل. وعندما نشاهد شيئا جميلا نقول الله. احنا بنقول الله. بس استاذ حسين فهمي بعد اذنك جميل. يعني بتقول ان الحجاب ملوش علاقه بالدين. مش شايف ان في ناس كتير وخصوصا رجال الدين هيكونوا معارضين لكلامك؟ يا فندم يعارضوا زي ما هم عايزين يعارضوا. لكن هو موقف سياسي. هو شكل سياسي. احنا النهارده بنتكلم وبنقول اللي عايزه تتحجب تتحجب زي ما هي عايزه. معناها ايه؟ معناها انه ليس فرض. المرأة المحجبة معاقة. طب استاذ حسين لا معلش ثانية واحدة. قال المرأة المحجبة معاقة. حضرتك قلت المرأة المحجبة معاقة. معاقة ذهنيا وفكريا. معاقة ذهنيا ليه؟ ومحاربة في ما هي دي النقطة اللي الناس كتير بتتكلم فيها يا استاذ حسين. ان المرأة مش علشان مغطية راسها. يعني مش معناها ان كل المحجبات عندهم نوع من زي ما يسمى بالحجاب العقلي او الذهني. مش كلهم. فليه بتعمم؟ احنا بنحييكي لانك مش محجبة وبتتكلمي عنهم بالشكل ده.